قناة مغامرات الدياني ترحب بكم في مغامرة جديدة. دياني أدفنترز شانل ويلكمز يو تو أي نيو أدفنتر. عيال سي حسن محييك الله يبارك ومبارك. صراحة هاد القمة صعاب من باب نويد. شفت الطبيعة الصخرية في شكل، شوف راه هو الصاري، راه شو واحد الإطلالة على المونيزلان. هو هداك المونيزلان تما، واحد المرج كبير تيكون فيه جيش عرم رم ديال الغنام والماعز والأبقار. وهنا البحيرة الله يبارك. أغنام فين واصلين؟ الدواوير اللي كاين في الطريق ديال ما بين إميلشيل وأنفكو، الدواوير راهم ما شاء الله. شوف بحيرة إيسلي تتبان، راه فين هي؟ وبحيرة إيسلي ها هي تحت هاد الجرف هذا تدروا، كاين واحد الدوار سميتو أقانوانين. اذا كتذكير بلتا نكونوا وسط هاد الصخور هادو، طبيعة الحال احتمال كبير يكونوا الزواحف، الارانب، الارنب راه ماشي مؤذي ولكن نقص قدام كيخلعك. وقعت ليا شحال مرة، لان كيما قلت لكم بلتا تكون غادي في بحال هاد الظروف هادي تبقى تذكر الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دائما الانسان يبقى يذكر الله سبحانه وتعالى. حتى هذيك المناطق اللي تدوز منها تسجلك الملائكه في الذاكرين ويشهد لك المكان كذلك. طبيعة صخرية صعبة. صعود يقطع الأنفاس صراحة. هنا كاينة واحد المجموعة ديال الدواوير، طريق الرابطة بين إميلشيل و أنفكو، إميلشيل أفول دوازو في هاد الإتجاه. هنا كاين دوار تيغيغيشت تيغيغيشت، هاو راه ماشي شي حاجة قليلة، راه ديور كتار، قبيلة قدا قداش. سبق ليا دزنا الطريق بلي كنت غادي من إميلشيل لأنفكو، مكان جميل. وأخيرا طلينا على القمة، راه هي الله شحال صعيبة. تجاوزنا 2800 ديال الارتفاع. شو مراد؟ الله 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 طوب. بحيرة إيسلي، بحيرة إيسلي طرفيعي. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. نباتات شوكية عجيبة، شوف سبحان الله. كل نباتات شوكية اللي تتصبر للثلج البرودة، شوف شوف كي داير. أخيرا وصلنا لقمة ديال مستر إيد، اللهم بارك.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 3153 متر عن سطح البحر، بمعنى انها اعلى من القمة ديال باب نويات. باب نويات ديال الله فيها 2804، تطل على بحيرة إيسلي. تبارك الله، شوف بحيرة إيسلي ترى فينا هي، هذاك الجبل تتشوفو، غادي نيشان هو الحد الفاصل بين درعة فيلالت وبين لا الخنيفرة. لتحت هنا كاين المونيزلان، هاد المرج اللي كاين لتحت كان تبارك الله خضر وكبير. القنوانين راه فينا هي تحت هذاك الجرف، ومن تما يمكن لك تمشي بالرجل لمقابر تازيزاو تعدلون اغبله وما جاورها. طبيعة الحال هنا برودة المكان تتفرض طبيعة نباتية تتعايش مع المنطقة. شوفوا النباتات الشوكية اللي كاينة هنايا، وكاين عندنا واحد الدوار جميل هنا، دوار تلمي. يا سلام، الطريق الرابطة بين إميلشيل وأنفكو، وهذه تيغي غاشت. المهم إلا خطأنا في شي سمية علقوا عنا، الله يجازيكم. إذا خلينا القمة مورانا، ها هي ما تتبان لكم. وكيف ما ولفنا معاكم دائما، طريق ديال العودة غادي يكون مختلف. طبيعة الحال جينا عبر تسكنت ودزنا من البتي فيلاج أو القرية الصغيرة اللي كاين حدا بحيرة إيسلي اللي تتبان لكم الآن. هذاك الدوار تيتسمى دوار إيزلان كما شفتوا، مناظر جميلة، ضيعات ديال التفاح، نباتات مختلفة، مناظر رائعة جدا. ما غاديش نرجعوا من نفس الطريق كما قلت لكم، غادي ندوزوا عبر إميلشيل من تسكنت، بمعنى غادي نخرجوا للطريق اللي جاية من تنغير ومن الرشيدية. هاد الأماكن ديال إيميلشيل وديال قبائل إتحديدو كاملة معروفة بهاد الصفصاف، بهاد النوع ديال الأشجار. وتبارك الله هاد الوقت اللي فاش دزنا، رغم وجود الجفاف والحرارة في لوطا، ولكن هانتوما تتشوفوا منتوج فلاحي جيد هنا، واخا رغم قلته، لكنه يساهم بطريقة أو أخرى في إنعاش الإقتصاد على الأقل محليا. دابا دخلنا للتراب ديال إيميلشيل. هاد الحقول اللي تتشوفوا هي قريبة جدا من بلدة إيميلشيل. إيميلشيل كما تتعرفوا تتبعد على بحيرة إيسلي تقريبا واحد 6 كيلومترات. هنا واحد الإطلالة عاوتاني باهية رائعة، الأشجار اللي تتصلح هنايا تفاح، الجوز، الخوخ، حب الملوك، البرقوق ومنتجات أخرى. أرجو من الله سبحانه وتعالى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقة وفي الحلقة الماضية اللي زرنا من خلالها واحدة من القمم اللي ماشي سهلة، واللي تميزات بالمشي ديالنا على الأقدام ليها مباشرة من بحيرة تيسليت عبر تسكنت ثم بحيرة إيسلي ثم دوار إيزلان ثم اعتلاء القمة. طريق العودة كان مختلف، دزنا من مناطق المجاورة وخرجنا مباشرة لإيميلشيل. هاد اليوم هذا قطعنا تقريبا 37 كيلومتر مشيا على الأقدام، مناظر جميلة ورائعة جدا رغم الجفاف، لكن هذه المناطق ولله الحمد والشكر مازال محافظة على الطراوة ديالها وعلى سميتو ديالها. كما تتشوفوا الآن اللي بدينا تنقربوا لإيميلشيل بداو تيصيبوا الطريق، شوية ديال الاهتمام وشوية ديال
ارجاع البنيه التحتيه للحاله ديالها. حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في مغامره وحلقه جديده بحول الله وقدرته. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.